84 فكرة تأسيس الغاثة عام 84 في مدينة برمنغهام في بريطانيا، استجابة للمجاعة اللي حصلت في القرن الأفريقي، واستمرت المسيرة إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. والإغاثة حاليا تعمل في أكثر من 40 دولة في العالم، وليها مكتب في مصر، ليه تسجيلين، تسجيل محلي في القاهرة وتسجيل دولي كذلك في القاهرة. المقر الرئيسي ما بين مدينة نصر والمعادي، وفي مكتب دلوقتي في اسكندرية، واعتقد في مكاتب بتعمل في المنصورة وكذلك المنيا واسيوط حاجة زي كده. دي هل دي الزيارة الأولى لك حضرتك في دمنهور؟ دمنهور الأولى إن شاء الله. إيه جميلة. عايز أجي تاني. هتيجي طبعا، أنا هسيبك. إن شاء الله حضرتك يا دكتور.